السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا تحية للأخوات والإخوان المنخرطين معي في القناة، واسمحوا لي اليوم ما غاديش نتكلم على القطع المالية النقدية القديمة، وإنما غادي نتكلم لكم على هاد الشماعة، أو بالفرنسية بوجوار وبالعربية الدارجة يصطال عليها حسكام. هذه الشماعة المصنوعة من النحاس الخالص كما كتلاحظوا معايا اخواتي اخواني، هناك عليها رسم لبيت المقدس، وهناك نخلة، وفي الجانب ديالها رسوم للقدس الشريف في الجانب ديالها، وفي الاسفل ديالها مكتوب عليها هولي لاند، يعني الارض المقدسة. إلى قلبناها غادي نوجد عليها هناك كذلك رسم لبيت المقدس، وهناك نخلة، وفي الجانب ديالها كذلك رسوم للقدس الشريف، وفي الأسفل مكتوب عليها جيريزاليم، يعني بيت المقدس. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم، وأنكم تبارطاجيوه مع الأصدقاء والصديقات ديالكم، وإن شاء الله في الفيديو القادم غادي نتكلم لكم على شيء جديد إن شاء الله. السلام عليكم.